مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامجكم أنشيت الصحافة، وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشطات كبريات الصحف المحلية والدولية مع الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور غانم الشويعر، كما يرافقنا رسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب. أهلا بكم دكتور غانم أستاذ. يا هلا، حياك. يا هلا بك، الله يحييك. إذن مشاهدينا، صحفنا المحلية، ولكن بعد هذا الفاصل. نستهل جولتنا بالصحافة المحلية، وبالتحديد من صحيفة الشاهد التي كتبت أن عددا من اللجان البرلمانية وضعت أمس أولوياتها على خريطة الطريق لتنفيذها في المرحلة المقبلة، إذ حددت اللجنة الإسكانية في اجتماعها المشاكل العالقة في المناطق السكنية وجدولا زمنيا لإقرار المشاريع الإسكانية، فيما اعتبرت لجنة المرافق قضية تطاير الحصى في الطرقات وشوارع المكسرة وفتح مخارج لتخفيف الازدحام المروري والحدائق المهجورة من أهم الأولويات. أما لجنة المرأة فقد ركزت على أولوية توظيف أبناء الكويتية بعد المواطنين. وفي صحيفة القبس نقرأ إعلان وزارة الصحة عن رصد عدد من الحالات الإيجابية للمتحور XBB من فيروس كورونا في الكويت. ونقلت القبس عن وزارة الصحة قولها إن الفحوصات الجينية في وزارة الصحة أظهرت رصد عدد من الحالات الإيجابية للمتحور XBB من الفيروس ذاته، والذي تم رصده في عدد من الدول حول العالم وبعض من دول المنطقة. وأكدت الوزارة أن ظهور طفرات جينية للفيروسات بمرور الوقت يعتبر أمرا طبيعيا، حيث قد طرأت مجموعة من التغيرات والتحورات الوراثية على فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره وحتى الآن، وهو أمر لا يدعو للقلق. إذن دكتور، ما هي رسالتك كإعلامي خصوصا في ظل هذا الانتشار للمتحور الجديد؟ ما هي رسالتك للمواطنين المساهمة في الحد من انتشار هذا المرض؟ بالفعل ما نريد أن نوصل للمواطنين والمقيمين كإعلاميين أننا أولا نشيد ببيان وزارة الصحة الذي يعني عرض هذه الحالة بكل شفافية وبكل يعني مصداقية. أمس صدر بيان واضح وشامل من وزارة الصحة يطمئن المواطنين حول هذا الفيروس الطبيعي الذي يحدث في هذه مثل هذه الأيام. هذا يدفعنا أن نعتمد على المصادر الرسمية في تلقي الأخبار وأخذ المعلومات من وزارة الصحة، من وزارة الإعلام، وأن لا نبحث عن مصادر غير رسمية قد تسبب الهلع والخوف في لدى المواطنين والمقيمين. اليوم نحن أمام وضع طبيعي بكل تأكيد، هذه نتيجة تحورات طبيعية كما أكد الخبراء والأطباء. في الكويت طبعا الوضع الصحي مطمئن جدا، نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين تلقوا الجرعات الأولى والثانية والتنشيطية، المنظومة الصحية قوية جدا، الرعاية الصحية الأولية في كل منتشرة في كل المناطق. المطلوب أن نتخذ الإجراءات الصحية الطبيعية التي هي تجنب يعني التجمعات الغير يعني مفيدة، أن ارتداء الكمام في الأماكن المزدحمة، الاهتمام بغسل اليدين، عدم يعني اللجوء إلى العادات التي قد تكون تسبب يعني نقل هذا الفيروسات. الأمر بكل تأكيد طبيعي، نأمل إن شاء الله أن يعني بخلال تكاتفنا ومن خلال التلاحم ومن خلال الاستماع إلى النصائح الطبية الحقيقية من وزارة الصحة ومن وزارة الإعلام
أن نجتاز هذه الفيروسات. وأنا في رأيي وحسب ما قال الأطباء أن هذه الفيروسات ومثل هذه المتحورات ستطول معنا لوقت طويل، علينا أن نتكيف معها، أن نستخدم العادات الصحية، يعني وأن يعني مثل ما كنا في السابق ارتداء الكمام في الأماكن المزدحمة، تجنب يعني السلام اللي ما له داعي، مثلا واحد شفته اليوم ما له داعي تسلم عليه أو تصافحه أو تقبله يعني بعد يومين، أن يكون لنا عادات يعني طبيعية لمنع نقل مثل هذا العدوى. الشخص المريض واللي يحس عنده أعراض عليه أن نجلس في البيت يعني فترة لمنع انتشار مثل هذه الفيروسات، ونتمنى إن شاء الله السلامة وأن نخرج إن شاء الله مثل ما خرجنا من كورونا اللي كانت مرحلة صعبة، أن نخرج إن شاء الله مثل من هذه المتحورات العادية إن شاء الله. إن شاء الله. إذا خبر آخر في صحيفة الراي حول تحديد ديوان المحاسبة 7 خطوات جوهرية كفيلة بمعالجة أزمة انتشار ظاهرة العمالة الهامشية المتمثلة في العمالة الزائدة عن حاجة سوق العمل والعمالة غير المؤهلة، محذرا من الجوانب والأثار السلبية للظاهرة على المستويات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. ونشرت الراي دراسة له نشرها في تقرير المواطن 2021-2022 الذي أصدره تحت شعار وعادة الحياة لطبيعتها. أكد الديوان فيها أن هذه الظاهرة هي أحد أهم مسببات الخلل في التركيبة السكانية، وتحول دون تحقيق الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة، والذي نص صراحة على تعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع. إذن دكتور، تتفق مع هذه الخطوات لمعالجة أزمة انتشار ظاهرة العمالة الهامشية؟ بكل تأكيد يعني العمالة الهامشية لها تأثير سلبي، ولكن علينا أن نؤكد على أمر، ما هي العمالة الهامشية؟ هل يعني الشخص يعني الذي لا يحمل شهادة ولكن يملك مهارة في مثلا في النجارة، في أدوات الصحية، في الكهرباء، هل هذه عمالة هامشية؟ لابد أن يكون لدينا مفهوم واضح. قد يكون لدينا إنسان حاصل على شهادة جامعية ولكن لا يستطيع أن يقوم بالعمل بالشكل المطلوب. هذه أنا برأيي هي العمالة الهامشية. اليوم لازم نفرق، قبل أن أدخل في الموضوع، نفرق بين العمالة الهامشية، الشخص الحاصل على شهادة ولكن لا يتقن ولا لديه مهارة في أن يقوم بأي عمل، ولكن عندما نجد شخص إنسان لا يحمل شهادة ولكن لديه مهارة في الحدادة، في النجارة، في الأدوات الصحية، في أمور لا يستطيع أي شخص عادي، هذه هي أعتقد أنها عمالة حقيقية ولا يجب أن ننطق عليها عمالة هامشية. هنا لابد أن نكون يعني دقيقين في هذا المفهوم، وأعتقد أن الإدارة العامة للقوى العاملة لديها هذا التصور. الموضوع في ما يتعلق في الجرائم، بكل تأكيد أي عنصر قريب في المجتمع يشكل يعني خطر على هذا المجتمع، لأنه مختلف، قد تكون العادات التقاليد مختلفة، أمور يعني الضغوط النفسية، كل هذه الأمور تسبب يعني انتشار الجرائم. ونؤكد اليوم على الجهود التي يقوم بها وزير الداخلية في محاربة آفة المخدرات وانتشار المسكرات في المجتمع الكويتي، قد يكون وراء بعض هؤلاء العمالة الزائدة. اليوم نحن أمام تحدي كبير، ومفهوم تعديل التركيبة السكانية مطلوب، ولكن أن نكون حذرين ونفرق بين العمالة الهامشية التي بالفعل يحتاجها البلد والعمالة التي تحمل شهادات ولكن لا تؤدي الأعمال المطلوبة. هذا التفريق مطلوب. يعني مثلا عندما تريد تحصل على تصريح عمل، أنا كصاحب عمل يشترط أن يكون لديه شهادة جامعية. الشهادة الجامعية في ظل هذه يعني الأيام سهل الحصول عليه، ولكن صعب الحصول على مهارة عامل مدرب ولديه مهارة بالضبط وليس لديه أي شهادة. هنا لابد أن يكون هناك في تفريق في هذا الأمر، وأتمنى أن يكون لديهم هذا الهاجس. أتمنى إن شاء الله أن يتم من خلال مجلس الأمة تعديل التركيبة السكانية لتعود إلى يعني التوازنات الطبيعية، الفرق بين الوافدين والمواطنين بشكل كبير تعود إلى المستوى الطبيعي، وإن شاء الله نأمل في هذه الحكومة وهذا المجلس أن يقوم بهذا العمل إن شاء الله. إن شاء الله. إذن صحيفة النهار تناولت خبر تكريم وزارة الثقافة بدول
وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من المبدعين الخليجيين من ضمنهم الكويتيان محمد الفارسي وعواطف البدر على هامش أعمال الاجتماع 26 لوزراء الثقافة بدول المجلس والمنعقد بالرياض. صحيفة الجريدة نقلت عن الهيئة العامة للبيئة قولها إن محمية الجهراء ستفتتح أبوابها لاستقبال الزوار اعتبارا من الرابع من الشهر المقبل بعد حجز موعد زيارة مسبق عبر موقع الهيئة الإلكتروني. وأوضحت الهيئة العامة للبيئة أن رسوم الدخول إلى المحمية تبلغ 10 دنانير كويتية، وذلك للأسرة الواحدة المكونة من 5 أفراد والتي يمكنها استخدام أحد المراصد المخصصة للزوار. ننتقل إلى صحيفة الأنباء التي كتبت: تنطلق اليوم على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية وعلى ميدان نادي الرماية فرع الجهراء بطولة سمو ولي العهد السنوية الكبرى الثالثة، وهي أولى مسابقات الرماية للموسم الجديد والتي تستمر حتى 5 من الشهر المقبل. إذا ننتقل إلى الأستاذ محمد ثلاب رسام الكاريكاتير، وحدثنا قليلا عن الكاريكاتير اللي قاعد تكون ترسمها الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكاريكاتير عن موضوع اليوم عن المتحور الجديد، ضيف غير مرغوب فيه طبعا في الكويت. نعم. هناك جهوزية من وزارة الصحة، هناك جهوزية من يعني كمواطنين ووافدين في الكويت، فسوينا كاريكاتير عن هذه الجهوزية اللي إن شاء الله تمر بسلامة، ونشوف الكاريكاتير في نهاية إن شاء الله، في نهاية البرنامج إن شاء الله. نعم، سوف نعود إليك أكيد أستاذ محمد ثلاب في نهاية الحلقة بإذن الله. إذن منشط الصحافة مستمر، ولكن بعد هذا الفاصل. مستجدات الساحة المحلية ورصد متواصل لأحداث العالم، تغطيات مستمرة على مدار الساعة، وبرامج متنوعة تشمل مجالات مختلفة، كل ذلك وأكثر في الموقع الإلكتروني الخاص بقطاع الأخبار والبرامج السياسية بحلته الجديدة. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. الآن نتناول معكم أبرز ما جاء في الصحف العربية والدولية، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط السعودية والتي أوردت في عنوانها: واشنطن تلوح بعواقب وستولتنبرغ يحذر روسيا من استخدام ذرائع للتصعيد في أوكرانيا. وفي التفاصيل، حيث نبه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ بأنه يتعين على روسيا ألا تستخدم ذرائع كاذبة لمزيد من التصعيد في الصراع الأوكراني، فيما حذرت واشنطن مجددا بأنه ستكون هناك عواقب إذا استخدمت قنبلة ملوثة نوويا. وفي المقابل، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضر بالأمس تدريبات قوات الردع الاستراتيجي الروسية النووية، تحاكي ضربة نووية انتقامية تزامنا مع مناورات نبتون سترايك العسكرية والتي أطلقها حلف شمال الأطلسي قبل أيام بمشاركة العديد من الدول. إذن دكتور، مناورات مقابل مناورات، كيف تقرأ المشهد المتصارع في روسيا والغرب، وهل هناك انذار بحرب وشيكة؟ بالفعل الوضع قلق جدا نتيجة هذه المناورات. هي مناورات استعراض قوة واستعراض عضلات، ورسائل، خلينا نقدر نسميها رسائل نار بين القوى الغربية وروسيا، مع الحديث عن استخدام قنابل قذرة القنبلة. هذا الأمر يجعل كل دولة وكل يعني قوة تقوم باستعراض يعني عضلاتها ويعني ما لديها من أسلحة يعني لردع
أي نوايا؟ وأعتقد أن استخدام مثل هذه القنابل في هذا الوقت تحديدا مستبعد جدا، لأن هذا الوضع سيكلف العالم بكامله يعني كلفة عالية جدا. ولكن هذا الأمر يعني الذي يحصل الآن حسب ما قالوا هم، يعني أن هذه المناورات مبرمجة، ولكن لا تخلو من الرسائل يعني التخويفية للجانب الآخر واستعراض القوة. نأمل إن شاء الله أن تخف حدة هذا التصعيد، وأن يجلس جميع أطراف النزاع على طاولة المفاوضات، لأن الحرب في الإقليم هذا كلفت العالم كثيرا على مستوى إمدادات الطاقة الغذاء. دكتور، هناك رأي يقول أن معركة خيرسون المستعرة قد تكون هي يعني رقم فاصل في حرب أوكرانيا، كيف ذلك؟ بالضبط، معركة خيرسون هي يعني جاءت يعني مضادة للهوى الروسي. اليوم الروسي هو يدافع عن نفسه وليس يهاجم. في بداية الحرب في كان هناك هجوم روسي، اليوم الروس في موقف دفاع. نعم. والأوكران في منطلق قوة ويدفعون الروس إلى يعني جانب جزيرة القرب. هذا الأمر جعل قلب المعادلة بين يعني عندما كانت روسيا تهاجم وتتقدم، اليوم روسيا في موقف دفاع. هذا موقف يعني شكل قلق لدى الروس، لأنهم الآن أمام يعني قوة أوكرانية مزودة في السلاح القربي، مزودة في معنويات عالية من أوكران لهذه أولا لمكانة خيرسون، يعني لأن هي خيرسون هي الناقل البري إلى جزيرة القرم. إذا سقطت خيرسون ستكون هناك خسارة كبيرة على روسيا، وستكون ضربة أعتقد لن يتحملها الروس، ويكون انتصار كبير لأوكرانيا. هذه هي المعركة، ستكون معركة فاصلة، وستشكل يعني في الأيام المقبلة الطريق يعني الطريق نهاية الحرب. هل تكون حرب مستمرة أم ستنتهي عند هذا الأمر؟ ما زلنا مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث كتبت صحيفة الغارديان البريطانية تحت هذا المنشط العريض: اللاجئون الأوكرانيون تقدم لهم النصائح بعدم العودة إلى ديارهم لعدم وجود كهرباء كافية. حيث حثت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني اللاجئين الذين فروا من البلاد بعد الغزو الروسي على الابتعاد هذا الشتاء، وقالت إن انقطاع التيار الكهربائي الناجم عن قصف موسكو لمحطات الطاقة سيضع ضغطا شديدا على بلادها بعد تضرر 40% من شبكات الطاقة في أوكرانيا. وتظهر أحدث البيانات من وكالة الأمم المتحدة اللاجئين أن أكثر من 7.7 مليون لاجئ من أوكرانيا منتشر في جميع أنحاء أوروبا، مما يطرح مشكلة إضافية للاجئين الذين كافح الكثير منهم للعثور على وظائف جديدة جيدة الأجر في البلدان التي اعتمدوا فيها. خبرنا التالي نقرأه من صحيفة ميدل إيست آي تحت عنوان مطول، حيث تتساءل الصحيفة كيف استغل بن غفير الإسرائيلي الطامح لحقيبة وزارية عدوان بلاده لإثارة الجدل بالانتخابات المقبلة. وفي التفاصيل، حيث يطمح عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير إلى أن يصبح وزيرا في حكومة الاحتلال في الانتخابات العامة والتي ستجري الثلاثاء المقبل، وهو ما يقلق كثيرين داخل إسرائيل وخارجها. ولم يحدد بن غفير الحقيبة الوزارية التي يطمح إلى توليها، إلا أن شريكه بتسلئيل سموتريتش قال إنه يريد حقيبة الدفاع أو الأمن الداخلي، وهو ما اعتبره قادة حكومة الاحتلال الحالية اقتراحا كارثيا في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين واستهدافهم لهم بالقتل والاعتقال. إذن دكتور مخاض عسير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة، خصوصا في ظل تنديد دولي لسياسات سابقتها. الأوضاع في الشارع الفلسطيني إذن متفجر، كيف ترى هذا المشهد؟ بكل تأكيد مثل ما تفضلت أن الفلسطينيون يعيشون وضعا مأساويا نتيجة يعني تعجرف دولة الاحتلال معهم، الملاحقات والعملية الاغتيال. هذا الوضع يتطلب موقفا دوليا موحدا، وأيضا موقف عربي ضد هذه الممارسات. اليوم نجد الفلسطينيين في غزة،
محاصرون لا يستطيعون أن يخرجوا إلا من يعني منفذ واحد وصعب عليهم الخروج. نعم. وأيضا في الوضع في الضفة الغربية نتيجة هذه الملاحقات، وأيضا أهم في القدس نتيجة يعني المضايقات والصعوبات التي تواجهونها مع دولة الاحتلال. كل هذه الأمور تتطلب مثل ما قلت موقف دولي، موقف عربي موحد تجاه هذه الممارسات، ولا أن ننتظر يعني أيا خرجت الصناديق الإسرائيلية بأي واحد من هؤلاء. العقيدة واحدة ويعني هدفهم واحد، هم إقصاء القضية الفلسطينية والقضاء على الفلسطينيين. لا ننتظر يعني أن يخرج شخص أقل حدة وأقل يمين متطرف. نحتاج موقف من العرب أولا ضد هذه الممارسات، وموقف دولي لتطبيق كل القرارات الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وأن ننصف الفلسطينيين ونجعلهم يشعرون أن لهم دولة بدل من هذه الملاحقات الصعبة والاغتيالات والمطاردات اللي قاعد نشوفها بشكل يومي. أيضا اقتحامات المسجد الأقصى هذه تثير استفزازات المسلمين، وهي مرفوضة بكل تأكيد لأن هذه مقدسات يعني إسلامية، وأيضا مقدسات خلينا نقول أن يتمتع بها ديانات أخرى. لابد أن تكون بعيدا عن هذه الاستفزازات وأن نضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية. نعم. إلى صحيفة التلغراف البريطانية التي نقرأ على غلافها هذا العنوان العريض: رئيس الوزراء البريطاني الجديد يقر بأخطاء الفترة الماضية في أول جلسة مساءلة. وفي التفاصيل، حيث أقر ريشي سوناك بالأخطاء التي ارتكبت في الفترة الماضية، مشددا على أن حكومته ستركز جهودها على حماية الفئات الهشة. وقال رئيس الوزراء البريطاني الجديد خلال أول جلسة مساءلة له في مجلس العموم إن حكومته ستركز جهدها على مكافحة الجريمة المنظمة وحماية الحدود، وهي ملفات اعتبرها سوناك قد تساهل فيها زملائه على حد وصفه. الجزائر تتسلم الرئاسة الدورية للقمة العربية. تحت هذا المنشط، أفردت صحيفة البلاد الجزائرية عبر خبرها لتفاصيل تحضيرات انعقاد القمة العربية المقررة الأسبوع المقبل. وتطرقت الصحيفة إلى انطلاق اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين بالأمس للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية تحضيرا للقمة العربية، حيث تسلم المندوب الدائم للجزائر بنيويورك نذير العرباوي رئاسة اجتماع المندوبين. ويلتئم اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اليوم الخميس، فيما ينعقد اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بعد غد الجمعة، ثم يليه اجتماع وزراء الخارجية يومي 29 و30 من الشهر الجاري، وذلك قبيل انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يومي 1 و2 من نوفمبر المقبل. إذن دكتور، مع تسارع المستجدات العالمية من حولنا، كيف تتبلور أهمية انعقاد القمة العربية والملفات العالقة على أجندة القادة العرب؟ طبعا بعد غياب أو نقول تأجيل أكثر من 3 سنوات تنعقد القمة العربية في الجزائر وسط تحديات عالمية وإقليمية، اليوم نحن متشوقون أن نشاهد القادة العرب حول طاولة واحدة، طاولة حوار، طاولة تضع القضايا العربية على الطاولة لمناقشتها، قضية خلنا نقول القضية السورية، قضية ليبيا، قضية اليمن، كل قضية فلسطين وهي على رأس الأولويات. وأؤكد هنا ما قامت به الجزائر من جهود من خلال يعني جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية، واستطاعت أن تخرج بوثيقة فلسطينية لتوحيد الفصائل الفلسطينية. اليوم القمة تأتي في ظروف صعبة جدا، ظروف إقليمية، تحديات الأمن والغذاء ويعني التسليح، وأيضا هناك صراعات إقليمية تجعل هذه القمة يعني مهمة جدا. اليوم نحتاج إلى طاولة عربية توحد هذه الجهود في ظل ضعف الكيانات المنفردة الصغيرة. اليوم نحتاج إلى اتحاد كامل، اتحاد عربي، أولا نحل القضايا العربية وبعدها ننتقل إلى القضايا الإقليمية. الجزائر هي بكل تأكيد قادرة من خلال
خلال تاريخها ومن خلال يعني مكانتها الدولية والإقليمية أن توحد القضايا العربية وتناقش إن شاء الله، ونأمل إن شاء الله لهم النجاح. أنا متأكد أنهم قادرون على هذا، ولمست منهم من الجزائريين حرصهم على نجاح هذه القمة. واليوم الكويت طبعا هي على رأس هذه القمة، لأن الكويت تتشابه مع الجزائر في مسألة القضية الفلسطينية. اليوم القضية الفلسطينية ستكون على طاولة المناقشات بين القادة العربية، والكويت لها موقف طبعا من القضية الفلسطينية ضد التطبيع، وموقفهم الداعم دائما لإخواننا في الفلسطينيين. اليوم ستكون الكويت هي نجمة هذه القمة، على رأسهم طبعا يترأس هذا الوفد سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. نأمل إن شاء الله أن تكلل هذه الجهود بالنجاح، وأن تسهم في حل ويعني حل القضايا العربية. نعم. إلى صحيفة الاتحاد الإماراتية، والتي سلطت الضوء على المجاعة في الصومال تحت هذا العنوان: الأمم المتحدة تصدر نداء جديدا بشأن الصومال، حيث لا يزال الوضع الإنساني في الصومال كارثيا رغم تكثيف الاستجابة الإنسانية في البلد الذي يهدد فيه الجفاف التاريخي بالمجاعة. حسب ما قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، ووفقا للصحيفة فإن نحو 8 ملايين شخص في أنحاء الصومال، أي نصف سكان الصومال تقريبا، يعانون من تداعيات الجفاف، بينهم 213,000 معرضون لخطر مجاعة كبير بحسب الأمم المتحدة. كما يشهد القرن الإفريقي الصومال وكينيا وإثيوبيا واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ أكثر من 40 عاما، بعد 4 مواسم قليلة الأمطار منذ عام 2020 أدت إلى القضاء على المواشي والمحاصيل. إلى مقال اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. مقال اليوم بعنوان: المصالحة الفلسطينية ما بعد الترحيب. كتبه لصحيفة القدس الفلسطينية الدكتور حسن أبو طالب، يقول فيه: إن الخروج من دائرة الانقسام والاتفاق على إنهائه بين الفصائل الفلسطينية عقب 15 عاما من الانقسام بعد سنوات الاعتياد عليه يمثل هدفا محمودا في حد ذاته، لكن النوايا مهما كانت طيبة فلا تكفي للوصول إلى بر الوحدة الوطنية المأمولة. وهنا فإن إرادة الفعل وإبداء المرونة من كل الأطراف لإنجاز الوحدة والتضامن وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية يعدان شرطين أساسيين للنجاح وتحويل التفاهمات إلى واقع حي. ويضيف الكاتب: هذا السياق المبدئي يجعل من جهود الجزائر لتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة أمرا محمودا، خاصة في ظل الهدف الأكبر بعقد قمة عربية مطلع الشهر المقبل، ما يؤمل أن تفتح الأبواب المغلقة أمام تفعيل التعاون العربي المشترك، وتسهم في الخروج من دائرة الانكفاء الفردي على الذات إلى رحابة الشراكات العربية الكبرى اقتصاديا وسياسيا، وأحياء القدرات الكامنة للنظام العربي لمواجهة الأزمات والتحديات المحيطة به من كل جانب. ويختتم الكاتب مقاله أنه وفقا لإعلان الجزائر أيضا الذي يعد أساس المصالحة الأخيرة، يتضح أن كثير من الخطوات التطبيقية بحاجة إلى إجراء حوارات ووضع النقاط على الحروف قبل المضي قدما عمليا، وهو ما يلقي عبئا مضاعفا على الجزائر ولجنة المتابعة العربية وصولا إلى تفاهمات ملزمة للجميع. الكاريكاتير، ولكن بعد هذا الفاصل. إذا نعود لرسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب. أستاذ محمد، ما هي الرسالة التي أردت أن تمررها من خلال هذا الرسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير مثل ما نشوفه على الشاشة يعني يتكلم عن ضيف مثل ما قلنا غير مرغوب فيه، فايروس جديد من فيروسات كورونا اسمه XBB قاعد يطرق الباب على الكويت، لكن إن شاء الله ما ينفتح هذا الباب. نتمنى السلامة للجميع، نتمنى الحرص
يعني للمواطنين حتى ما يكون يعني داخل علينا هذا الفيروس. فسوينا هذا الكاريكاتير التعبيري اللي يكون كتوجيهي للمواطنين والمقيمين انه يكون يحافظون على صحتهم، يكونون يعني جزء من المحافظه على الكويت بمنع هذا الفيروس من انتشاره مثل ما انتشر في السابق. نعم. إذا أستاذ محمد ثلاب، كل الشكر لك على هذا الكاريكاتير المعبر عن ما نعيشه الآن. دكتور غانم، هل هناك تعليق على هذا الكاريكاتير؟ والله بالفعل هو ضيف ثقيل وغير مرغوب فيه المتحور الجديد XBB. نأمل إن شاء الله بوعينا بإيماننا بوزاراتنا ومنظوماتنا الصحية أن نتجاوز هذا الفيروس وغيره من الفيروسات إن شاء الله. أتمنى السلامة للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. إذا الدكتور غانم الشويعر الأكاديمي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا اليوم. وكذلك الشكر موصول لرسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب، كل الشكر على حضوركما. شكرا مشاهدينا، شكرا لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.